بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبادي رئيس جمعية مبادرة شباب النظرة الخيرية. نهار في إطار الأنشطة نبغي نتكلم ديال الأنشطة الخيرية، طويوسان غادي نطر الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. طويوسان غادي نطلب أنه دابا غادي ندوار بجماعة بوعارك هو دوار رجاف الله أنه يحوج الروض، ونشتي دائما نقاري في البداية أنه أي جمعية اللي شان عالم قروي اللي شان حاجة تحوج الروض وتحوج المساعدات أنت قومي تما باش نيغ بعد تو غنوحق أطلس نوحق كيكو نوحق بولمان نوحق كذلك تيم حضيت عام كذلك سكر حوايج غتازا كذلك عاود بعض الجمعيات تاع بوعاروي نهار قال غادي تري دوار رجاف الله انت تري بوعاك بقى انت في سبيل الله لان الشيء ضروري نتامن انه يخسن تاع حد يخسن مول الشيء المرض مسرمن يخسن مول نحن ثم طاقه نسقع دوك جنا وثم ان شاء الله صاحب الجلاله الملك محمد السادس ان شاء الله انت تجيب القدوه المغرب دا لان انت تجيب المجهود كلام تيم قرانين وضروري وانا نشيل المجهود تيم قرانين ما حد انا معاون مره نهار كان غادي تدي دوار رجاف الله نهار الخميس ان شاء الله انا حغا تاجا ودقق قافر بدا لوجه الله سبحانه وتعالى وانتقض كني وانتقض مر المواقع كان غير حضان وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمعية مبادرة الشباب النظرية الخيرية التي ساهمت معنا في إنجاح هذا المشروع لفائدة الأرامل والنساء المطلقات والعائلات الفقيرة، ولهذا نشكرهم شكرا جزيلا. وكنشكر السلطات المحلية التي وفرت لنا كل الشروط اللازمة، وكنشكر صاحب الجلالة على هذا العناية الخاصة التي وليها لجمعية المجتمع المدني، وشكرا والسلام. الله يرحم الوالدين على الجمعية، راه دارت معنا جبتنا كسوة مزيان، ودابا كنستناو السكر الزيت الطحين كنستناو المعاونة. الله يرحم لكم الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وني الكواتاتي كاتبة عام جمعية مبادرة الشباب النظرة الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية والصحية. نهارا توجدني تادي المنطقة من شهر رجاف الله جا تابعي جماعة سروان، نوزتني تادي باش نقدم المساعدات نغي الأرامل للفئات الفقيرة المعوزة باش نقدم الأغطية الملابس بما فيهم المواد الغذائية إن شاء الله تعالى. ونهارا نوزتي تنسيق الجمعيات المغربيه للبحث والتبادل الثقافي باش نقدم الخدمات النقديه تمار المستفيدين غيستافدون زيد شهر ويستافدون زيد الاحياء مره ونوز نمشي نفاقدني تا زيد شهر رجاف الله استافدون زيد الاحياء يمزريين زيد شهر دوار عمر رجاف الله زيدنا بعض الاحياء النغني وسند باش هذو كيفنا استافدون زيد المبادره توزيع الملابس وما مشي من قولين الله تعالى من قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة. ومش نشكر يعني الجمعية شباب الخير للتضامن الاجتماعي جات وكبا نغرف دمني من واحد قدم نغيد المساعدة نشكر جزيلا الشكر التص ومش نشكر المواقع الإلكترونية يمكن غي حضان ونشكر مرة السلطات المحلية مرة ممكن غير تساهم دانيتا كمتطوعين يضمن خارطين يقومون الواجب على أحسن ما يرام باش تساعد فئات الفقيرة المعوزة الأرامل التصميم المركز. وإن شاء الله تعالى ما مش تو غنفاقد تاهلا نهار الخميس إن شاء الله أنفاق إن شاء الله ذي تازا باش نقدم عوض خدمات غير فئات ني تو غنغش كمية هائلة ونفاقنا نختم وتوكشي نختم المحسنين إن شاء الله تعالى شان الأئمة غاسم دين اقتقاء ونشكر والله يخلف عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.